بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من الشهر الرابع من عام 46 و400 ألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نلتقي في هذه الدروس العلمية في المسجد الحرام ضمن البرنامج العلمي في هذا المسجد المبارك، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونضر هذه الوجوه المباركة التي حضرت في هذا المجلس من مجالس الذكر الذي تغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ درسنا هذا بتلاوة وتفسير الآيات 17 والتاسعة عشرة من سورة المجادلة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب، ولا تحصل لهم قسطا من الثواب. أولئك أصحاب النار الملازمون لها، الذين لا يخرجون عنها، وهم فيها خالدون. ومن عاش على شيء مات عليه. فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم أو ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم. بارك الله فيكم. هذه الآيات من الآية 17 إلى الآية 19
في سياق أحوال المنافقين الذين مرت علينا صفاتهم في الآيات السابقة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى قوله هنا لن تغني عنهم أموالهم. المنافق الذي سلب لذة الإيمان وحلاوة الإسلام مهما جمع من الأموال أو أكثر من الأولاد فهي لن تغنيه عند الله شيئا. العبرة إذن بالعقيدة، بالإيمان، بالعمل الصالح الذي يقرب العبد إلى الله، وفيه تحذير من طريق المنافقين وصفاتهم وأحوالهم، ليحذر المؤمن أعمالهم سواء أكانت متعلقة بالاعتقاد أم متعلقة بالأعمال. فما مناسبة هذه الآية إلى ما قبلها؟ لا زالت في سياق أحوال المنافقين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لما ذكر في الآيات السابقة حال المنافقين ومودتهم لأعداء الله من اليهود وإطلاعهم على أسرار المؤمنين، ومع هذا يقولون للمؤمنين إنا معكم إذا لقوهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ومع ذلك يحلفون، يعني يحلفون على أنهم ليسوا كذلك وهم كذلك، فجمعوا بين سوءة النفاق الذي هو والعياذ بالله طريق الكفر وسوءة الكذب والحلف الكاذب واليمين الغموس. ولهذا مع كل هذه الجرائم العظائم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أبان أن هؤلاء المنافقين مهما عملوا وعندهم من الأموال والأولاد فإنها لا تغنيهم من عذاب الله عز وجل، لأنهم من جند الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تفسير هذه الآيات، الله جل وعلا أرشد سبحانه إلى أن ما ظنه المنافقون منجيا لهم من عذاب الله وأن عندهم أموالا وعندهم أولادا وأنها تعصمهم، أخبر أن ذلك ليس بنافع لهم، إنما ينفعهم إيمانهم. لن تغني عنهم ولن تدفع عنهم، أي عن هؤلاء المنافقين، أموالهم الكثيرة ولا أولادهم العديدة من الله، أي من عذابه وسخطه يوم القيامة شيئا شيئا ولو قليلا، شيئا قليلا. الشيء إذا جاء في مثل هذا السياق معناه أقل القليل، لن تفيدك ما أموالك ولا أولادك شيئا، بمعنى قليلا من الإغناء أو الدفع. ولا زال الحديث في المنافقين، وعرفنا أن النفاق هو الخروج، وهو الخروج من الإيمان إلى الكفر، أو من صفات المؤمنين إلى الصفات المخالفة لصفات المؤمنين كصفات المنافقين من الكذب وإخلاف الوعود ونحو ذلك مما ذكر الله من صفاتهم. وأيضا هو
دليل على الشيء الباطن أو الخفيف الشفاف، ومنه نافقا اليربوع، الجربوع الدويبة المعروفة، من ذكائها أن لها جحرين، جحر الأول هو المدخل الذي تدخل منه وتخرج، وفي آخر بيتها نافقا تحفر في الأرض حتى يكون هناك سمك خفيف شفاف، إذا جاء العدو من هذا الباب خرجت من النافقة. وهو أيضا دليل على خروج المنافق من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، وأنه لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد من الله شيئا، ولن يدفعوا بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بأولادهم من عذاب الله من شيء. فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولئك أي المنافقون الموصوفون بهذه الصفات القبيحة أصحاب النار والعياذ بالله، أي ملازموها وداخلوها ومقارنوها لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في الدنيا بالسيئة المردية إلى عذاب الله عز وجل من النفاق وبغض أهل الإيمان والحلف على الكذب وهم يعلمون. فلذلك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولو قليلا، ومن عقابهم أنهم أصحاب النار يدخلون النار والعياذ بالله، بل هم في الدرك الأسفل من النار، أصحاب النفاق الاعتقادي الذين يبطنون الكفر والعياذ بالله، بل الخلود في النار. قال تعالى هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا، وضميرهم هم فيها لتقوية وتأكيد دخولهم النار والإسناد ورعاية الفواصل القرآنية، وقد تكون للحصر ولغيره لخلود غير المنافقين خالدين فيها أو هم فيها خالدون، ليس معناها الحصر على المنافقين بل الكفار كذلك، فتكون هم هنا غير مفيدة للحصر، لأن الكفار مع المنافقين يدخلون النار والعياذ بالله وبئس القرار. والمعنى أنه لن تغني عن هؤلاء المنافقين الأموال ولا الأولاد ليفتدوا بها من عذاب الله، ولا الأولاد فينصروهم وينقذوهم من العذاب إذ هو عاقبهم سبحانه، فأولئك هم أهل النار وهم خالدون فيها أبدا. لماذا قدم الأموال على الأولاد؟ لماذا قدم الأموال على الأولاد؟ الذي عنده أموال، الأموال تجيب الأولاد وأم الأولاد، أليس كذلك؟ فلهذا الأموال لها مكانة، لا سيما عند غير المؤمن. المسلم لا يأبى بالأموال، يأخذها أو يكتسبها ويصرفها في ما يرضي الله عز وجل من أوجه أنواع العبادات والإنفاق، لكن المنافقين والكفار بل واليهود والأعداء أحرص الناس على الأموال وعلى الحياة، فهؤلاء مهما كثرت أموالهم. ولهذا قارون ما فادته أمواله، إن قارون كان من قوم موسى إلى قوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح فقط تنوء بالعصبة أولي القوة،
ما يقوون العصبة من الرجال يشيلون المفاتيح، فضلا عن الخزائن. ومع هذا فخسفنا به وبداره الأرض، ما أفادته أمواله، لأن العبرة بالإيمان، وهذا تأكيد على أهمية الإيمان وبغض النفاق والحذر منه والحذر من صفات أهله، وأن الأموال والأولاد ما هي إلا متاع يستثمر فيما يقرب إلى الله. حتى الأولاد بعضهم فتنة، يخرج عاقا لوالديه وقد يكون على غير ملة الإسلام. فإذا المسلم يحرص دائما أنه إذا أوتي المال أو أوتي الولد أن يكون صالحا وأن يكون مصروفا فيما يعينه على الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: يوم يبعثهم الله، تذكير لهؤلاء المنافقين بأن نفاقكم في الدنيا لن ينفعكم، وراءكم بعث ووراءكم حساب وجزاء، وأن يوم القيامة آت فماذا أعددتم له. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يعني كذبوا على العباد ويريدون أن يكذبوا على رب العباد، وهيهات. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور، فقال حين رآه: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: ذرني آتيك بهم. فحلفوا واعتذروا، فأنزل الله سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. والآية التي بعدها: يوم يبعثهم الله، منصوب، جملة منصوبة على فعل محذوف تقديره: واذكر يا محمد يوم يبعثهم الله، منصوب بأذكر، يبعثهم الله سبحانه جميعا. هذا فيه الإيمان بعقيدة البعث واليوم الآخر، وأن الناس جميعهم بل الخلائق جنهم وإنسهم راجعون إلى الله عز وجل. جميعا إعرابها حال، حال من ضمير المفعول بمعنى مجموعين. يوم يبعثهم الله مجموعين، لا يمكن أحد أن يتخلف من هذا الموقف. فيحلفون له، يحلفون في ذلك اليوم وهو يوم القيامة له لله سبحانه على أنهم مسلمون مخلصون، كما قالوا في آية الأنعام: والله ربنا ما كنا مشركين. والله أعلم بأنهم كانوا مشركين وأن المنافقين كانوا منافقين. كما يحلفون لكم في الدنيا، إذا حلفت للناس وأمررت عليهم كذبك أو نفاقك بالحلف الكاذب فلا يمكن أن يكون ذلك على الله سبحانه وتعالى. وفيه أهمية المراقبة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يتصف بصفات المنافقين في المخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم. فإنه يوم القيامة ينكشف المستور وتتضح الحقائق،
وتصير الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، فكيف يجترئون أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ بل ولا يكتفون بالكذب، يحلفون أنهم صادقون. والمعنى: واذكر يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم أحياء كهيئتهم قبل مماتهم، فيحلفون له قائلين: والله ربنا ما كنا مشركين، كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون مثلكم، ويحسبون في الآخرة أنهم على شيء، أنهم بتلك الأيمان يحسبون أنهم على شيء، كما قلنا في لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهنا على شيء ولو قليل من النفع من جلب منفعة أو دفع مضرة، كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم ويستجلبون بالحلف الفوائد الدنيوية. لا، ومع هذا لا يجوز أن يعتاد الإنسان الحلف على كل شيء، الحلف حلف بالله، فيجب تعظيم المحلوف به سبحانه، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من الثلاثة الذين يدخلون النار: والرجل الذي ينفق، يعني يمشي يمضي سلعته بالحلف الكاذب. أول ما تدخل على الدكان: والله العظيم من هذه أحسن سلعة في الدنيا، ويعطيك الأوصاف ويحلف كل هذا على طول. إذا شفت هذا راح للدكان اللي بجنبه، اعرف أنه بس يريد أن يسوق. ولهذا تعظيم الله عز وجل في أنه لا يحلف. ومع هذا الحلف الكاذب أشد، أنك تحلف وأنت كاذب، كما أنها من صفات المنافقين. ولهذا قال: ألا، ألا أسلوب تنبيه وأيضا تأكيد للمخاطبين أن ينتبهوا، ألا إنهم هم الكاذبون. يعني أيها المؤمنون، أيها المخاطبون، لا تغتروا بالمنافقين أو بمن يحلف على الكذب أو بمن يظهر الإسلام ويدعي أنه مع المسلمين وهو في الباطن مع أعداء الله، يواليهم ضد المسلمين ويفرح لنصرة أعداء الله على المسلمين. هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. ألا، ألا أداة تنبيه، وهي أيضا تغيير في الخطاب من خطاب الحال عن المنافقين إلى خطاب المؤمنين ليحذروا هذا السلوك المشين. ألا إنهم هم الكاذبون، المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح وراءها، حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب، وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين من المؤمنين. المؤمن إذا حلف له بالله خلاص يمشي ويرضى ويأخذ على التسليم، أما الله فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمراد التنبيه على توغلهم في النفاق وتعودهم به، حيث لا ينفكون عنه موتا ولا حياة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمعنى أنهم يعتقدون أن ذلك الحلف سينفعهم، قد ينفعهم في الدنيا لكنه في الآخرة لن ينفعهم، لأنه أمام رب العالمين العالم بكل شيء سبحانه. ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه زعما منهم أن أيمانهم الفاجرة
تروج الكذب عليه. ولهذا قال في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون أمام الله أنهم ليسوا مشركين، والله أعلم بشركهم وبإيمانهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لماذا؟ ما الذي جرهم إلى كل هذا في موالاة أعداء الدين؟ وكما فرقنا لكم الفرق بين الموالاة القلبية وبين التعامل، فالتعامل جائز وليس من باب الموالاة، لأن بعض الناس عنده غبش في هذا الفهم ويحسب أن أي تعامل مع غير المسلمين أنه ممنوع. إذن ما كان عليه الصلاة والسلام ليتوضأ من مزادة مشركة، ولا أن تكون درعه مرهونة عند يهودي، ولا عامل أهل خيبر من يهود بني قريظة بالشطر مما يخرج من أموالهم وثمارهم. فليتنبه طالب العلم إلى هذا. والذي يشقيه جهله ويخلط بين أمور العقيدة وحقائق الشريعة إنما يجني على نفسه. السبب في ذلك كله أن الشيطان استحوذ عليهم. قال تعالى، كأن هذه الجملة تعليلية مقاصدية في النفاق وفي موالاة أعداء الدين وفي الفرح لانتصار أعداء الدين عن المسلمين، وفي أيضا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وفي التعامل بصفات المنافقين وبالحلف على الكذب وهم يعلمون، ومع كثرة أموالهم وأولادهم وسبب خلودهم في النار، كل ذلك بسبب استحواذ الشيطان. فانتبه يا عبد الله، وانتبهي يا أمة الله، أن يستحوذ عليك الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب على عقولهم الشيطان بوسوسته وتزيينه، فاتبعوه حتى أنساهم ذكر الله عز وجل، فلم يمكنهم من ذكره واتباع أوامره وترك نواهيه بما زين لهم من الشهوات وأوقعهم في الشبهات، حتى وصلوا والعياذ بالله إلى دركات جهنم وبئس المصير. وقرأ الجمهور استحوذ، الجمهور قرأوا أو قرأ الجمهور استحوذ، وقرأ عمر استحاذ. استحاذ عليهم الشيطان. إذن القراءة الثانية استحاذ، والأولى وهي قراءة الجمهور استحوذ، أي غلب عليهم من الاستحواذ وهو الإحاطة. تقول شيء استحوذ على الشيء أي حواه وأحاط به من جميع الجهات. فالشيطان استحوذ عليهم أي احتوى عقولهم وجوارحهم وأحاط بهم من كل جهة وغلب على نفوسهم واستولى عليها. وقيل معنى استحوذ قويا، يعني صار عنده من القوة عليهم ما استحوذ عليهم، فقوي عليهم فضعفوا أمام كيد الشيطان. المعنى الثالث أن معنى استحوذ جمعهم، الشيطان جمعهم. يقال أحوذ الشيء إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض. إذن هذه ثلاثة معاني وهي متقاربة. استحوذ عليهم المعنى الأول أي غلب عليهم، واستعلى
واستولى وأحاط بنفوسهم وعقولهم. المعنى الثاني قوي عليهم فضعفوا أمام قوة الشيطان، لأن تعلقهم بالله ضعيف، ولو كان تعلقهم بالله قويا لقهروا الشيطان. ولهذا الذي لا يريد أن يستحوذ عليه الشيطان يلزم الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويداوم عليها ويجعلها من أذكاره وأوراده في الصباح وفي المساء وعند الخروج وعند الدخول، لأن الشيطان ملازم له، فإذا استعاذ منه ولا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، هذه ثلاثة معاني في استحوذ، وتلك قراءتان: استحوذ واستحاذ. واستحاذ على خلاف استحوذ، على خلاف الأصل. الأصل حاذى يحوذ واستحاذ، فهو على الأصل والقياس، هذا استحاذ. أما استحوذ فإنه على قواعد اللغة شاذ، لكنه في استعمال القرآن فصيح. ولهذا القرآن حينما يأتي به الأسلوب، فأسلوب القرآن هو قمة الفصاحة والبلاغة، ولو كان عند العربي قد يكون وجها شاذا. قال: استحوذ عليهم الشيطان. واليوم أيها الإخوة نرى استحواذ الشيطان وحزب الشيطان على كثير من الناس. تأمل في العقائد، كيف يستحوذ الشيطان على عقيدة بعض الناس فيدعو غير الله، يتوجه إلى القبر أو إلى الضريح أو إلى المشاهد أو إلى القباب فيدعوها من دون الله، شفاء المرضى ورد الغائب وجلب النفع ودفع الضر. أي استحواذ من الشيطان على عقول هؤلاء أكبر من صدهم عن التوحيد. ويأتي أقوام استحوذ عليهم بالبدع والمخالفات والأهواء ومخالفة السنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله، ويأتي أناس يستحوذ عليهم في العبادات فيتكاسلون عن الصلوات ويبخلون بالزكوات، وقد يفرطون في الصيام أو كمال الصيام وكذا الحج فيؤخرونه أو لا يؤدون على الوجه الشرعي والمقتضى النظامي، وهكذا. خذ في أعمال المخالفات واستحواذ الشيطان: المعاملات، الغش، الربا، التزوير، الاختلاس، الفساد، كل ذلك من أنواع استحواذ الشيطان. الطلاق مثلا حينما يكون عبثا عند بعض الناس وتعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، اللعب بالجانب ضبط الفروج والحفاظ على الأعراض، كذلك ما يستحوذ الشيطان على النساء في عدم الحجاب ولا الاحتشام، وعلى الشباب بسلوك الأفكار المنحرفة كالغلو والتطرف أو الانحلال والتخلي عن الدين وقيمه، كل هذا استحواذ من الشيطان. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحذر أولئك المنافقون الموصوفون بذلك حزب الشيطان، أي جنود الشيطان، والذي يكذب بالقرآن ويلعن الصحابة ويطعن في أمهات المؤمنين من حزب الله ولا من حزب الشيطان.
من حزب الشيطان، فلهذا لا نغتر بالتلاعب بالمصطلحات ولا بالألفاظ. كثير من الناس يلبسون على العامة بأنهم مستقيمون وصالحون وأنهم من حزب الله المفلحين، وهم من حزب الشيطان الخاسرين، لأن العقيدة والإيمان والطعن في القرآن والصحابة وأمهات المؤمنين ليست من أفعال حزب الله، وإنما من أفعال حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. حزبه أي جنوده أتباعه الساعون فيما أمرهم به، والحزب هو الفريق الذي يجمعه مذهب واحد. ولهذا ما أكثر الأحزاب اليوم تتسمى بحزب كذا وكذا وكذا. الإسلام جمع الناس على الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذه أمتكم أمة واحدة. فلا أحزاب في الإسلام البتة، الجامع والجامعة كتاب الله وسنة رسوله، والسير على ما سار عليه الصحابة وسار عليه السلف الصالح رحمهم الله. فاحذروا الأحزاب المخالفة لمنهج السلف الصالح والجماعات، لا سيما جماعات التطرف أو جماعات الانحلال، وكم لها في دنيا الواقع من الأسماء والمسميات والمصطلحات والمعاني التي تتلألأ وتتلامع وتضيء، لكنها والعياذ بالله السواد الكالح لمخالفته الكتاب والسنة. ألا، رجعنا إلى ألا. دائما إذا قررت القاعدة في صفات قوم جاءت ألا للتنبيه على المخاطبين أيحذروا سلوك طريقهم. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه، حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم. والمعنى أن أولئك جنود الشيطان وأعوانه، وإن جنود الشيطان وأعوانه، وإن جنده لهم الهالكون المغبونون في صفاتهم، إذ هم قد فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم واستبدلوا به العذاب الأليم. وليس من دأب العاقل الذي يريد نجاته أن يسلك حزب الشيطان، وإنما يسلك درب حزب الله، وحزب الله هم المؤمنون. المؤمنون أصحاب التوحيد والسنة والعمل الصالح والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم وأرضاهن. أما حزب الشيطان فطريقه الخسار، والله قد هداك النجدين، طريق الحق وطريق الباطل. طريق حزب الله الحق، وليس حزب الله المدعى في واقع الناس اليوم. إنما الفيصل هو التوحيد والكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. الهدايات، التحذير من النفاق ومن صفات أهله، أن المنافق لن يفيده ماله ولا ولده مهما كثر عند الله شيئا. الإيمان بالبعث، عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلود في النار، عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخلد في النار. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وإن كان عمل الكبائر فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه،
وإن شاء عذبه وأدخله النار بقدر مخالفته، وما دام عنده التوحيد فإنه لا يخلد في النار. الذين يخلدون في النار صنفا: الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا والعياذ بالله. قال الله عز وجل: هم فيها خالدون وما هم بخارجين من النار. وهذا فيه خلاف مذهب الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة، وأيضا يقولون بخلود بعض أهل الإيمان والإسلام في النار والعياذ بالله، وهذا خلاف منهج الحق. مهما كان عند المؤمن من توحيد ومهما كان عنده من كبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو شرب الخمر، ولو زنى، ولو سرق، ولو تعامل بالربا، ولو عمل المخالفات كلها، إنك ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا هو المنهج الحق في هذه المسألة. أيضا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حرمة الحلف على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والجزاء يوم يبعثهم الله. الحذر من استحواذ الشيطان، والحذر من اتباع حزب الشيطان ولو تسمى بغير ذلك. وليحذر المسلم من الشيطان وأعوانه وجنده، ويلازم ذكر الله وقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لا سيما عند الغضب وعندما ترده الوساوس والأوهام، فإنه يتحصن بذي الملك والملكوت، ويتقرب إلى ذي العز والجبروت، ويتوكل على الحي الذي لا يموت فلن يضره شيئا أو لن يضره شيء بإذنه تبارك وتعالى. هذه أهم الهدايات. أحد يذكر شيء؟ الحديث. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في باب استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أحسنت. هذا هو الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في باب استقبال القبلة من كتاب الصلاة، والحديث عند البخاري، وأخرجه مسلم عند البخاري في كتاب القبلة باب ما جاء في القبلة، وعند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قوله حديث عبد الله بن عمر قال: بينما ظرف زمان، بينما ظرف زمان أصلها بين، يعني بين وقت كذا ووقت كذا، أو ظرف كذا وظرف كذا. بينما نحن، بينما الناس، بينما الصحابة، إذن ظرف زمان تتعلق بالوقت، وأصلها بين، زيدت عليها الميم لتكفه عن الجر والإضافة. ويجوز بينما، بين
بينما بلا ميم بينا، كل هذه من ظروف الزمان التي لها دلالتها فيما بعدها. بينا نحن كذلك، مثلا خرجت طلع البدر مثلا، ولا طلعت الشمس، ولا أقبل فلان، قال بينما الناس. الناس هنا الألف واللام في الناس للعهد، لأنه يتحدث عن حادثة فيها عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. بينما الناس، والمراد بالناس هنا أهل قباء. بينما الناس بقباء، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقباء المسجد المعروف أو المكان المعروف في المدينة، المكان أو المسجد المعروف بالمدينة الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أول ما وصل في هجرته إلى المدينة، وهو المسجد الآن ظاهر، والدولة رعاها الله جددت بناءه وأشادت توسعته، فأصبح ولله الحمد والمنة بناء شامخا في توسعات عملاقة، كل ذلك حرصا من ولاة الأمر وفقهم الله في إعمار بيوت الله جل وعلا والمعالم الدينية والشرعية، كما هو في الحرمين الشريفين وفي المساجد التاريخية وفي مساجد المواقيت ونحوها، عنيت بها عناية فائقة. قباء يمد، وقباء بالقصر، وجهان. قباء يذكر ويؤنث، وقباء يصرف ولا يصرف، ينون ولا ينون. إذن ست لغات في قباء، وليست قباء بالكسر. القباء بالكسر الثوب، القباء بالكسر، ومنه قوله إن الشاعر خاطلي عمرو قبا، ليت عينيه سوا، ليت شعري من يسمع هذا، أم مديح أم هجا. فكروا فيها. القباء الكسوة، اللباس اللي يوضع، ألبسني كسائي أو قبائي. أما قبا فبالضم، تمد وتقصر، تذكر وتؤنث، وتصرف ولا تصرف. نعم، وهو موضع معروف بالمدينة، وقد يكون المراد الموضع، وقد يكون المراد المسجد نفسه، مسجد قبا، وهو الظاهر. ليه؟ لأننا في سياق حديث الصلاة واستقبال القبلة، فهم كانوا في المسجد. بينما الناس بقباء، قال في صلاة الصبح، هذا يؤكد أنهم في المسجد. إذ جاءهم آت رجل من بني سليمة، كما في رواية مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، جاء التصريح بأنه رجل من بني سليمة، جاءهم وهم يصلون الصبح في قبى، جاءهم آت فقال، أعطاهم معلومة وهم يصلون، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، أنزل عليه الليلة، إضافة النزول إلى الليل من إطلاق الليلة على اليوم أو بعض اليوم، اليوم الماضي والليلة التي تليه، فكلها يجوز أن تكون ليلة، لأن الدقة في هذا
تحتاج أن ينظر في التأريخ، هل النزول كان في الليل أو في النهار؟ إنما إذا قيل الليلة الماضية قد تشمل شيئا من النهار. قال أنزل عليه الليلة قرآن، قرآن نكرة، نكرة، والنكرة هنا للتبعيض. ما هو القرآن الذي نزل؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآن الناس في قباء يصلون على القبلة الأولى في بيت المقدس، فجاءهم هذا الرجل فأخبرهم أن النبي نزل عليه القرآن، وهم في صلاتهم استقبلوا القبلة مباشرة، فاستقبلوها أو فاستقبلوها بالأمر أو بالخبر على وجهين. الرجل الذي جاء من بني سلمة قال أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا بوجوههم إلى القبلة وقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس. إذا اجتهدت في معرفة القبلة وصليت على غير القبلة وجاءك رجل ثقة وأدارك إلى القبلة وأنت تعلم أنه ثقة ولا عنده مثلا بوصلة وإلا شيء من الأمارات على أنها قبلة، فانحرف معه وتبني على صحة صلاتك السابقة كما هو عمل أهل قباء. قال فاستقبلوها، أمر لأهل قباء، ويروى فاستقبلوها. يوم علمهم أخبرهم الخبر داروا واستداروا فاستقبلوا الكعبة، فيكون خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه استقبلوها فأنتم استقبلوها، أو خبرا عن أهل قباء أنه لما أخبرهم أن النبي ومن معه استقبلوا القبلة استقبلوها اللي هم أهل قباء. وجاء في رواية البخاري ألا، والله درسنا اليوم درس ألا، لأن ألا ذي أداة عظيمة وحتى الواحد يستخدمها في أسلوب تخاطبه. إذا منك تخاصمت أنت واحد جيب ألا، ألا فلنتسامح، ألا فلنتراحم ونتعاطف، ألا فلنفتح صفحة جديدة، وبالذات مع الزوجة مع الأولاد مع الزملاء، بحيث يكون الإنسان دائما يبني في ألا أسلوبا إيجابيا في حياته يحقق له المصالح الشرعية الدينية والدنيوية. في رواية البخاري ألا فاستقبلوها للاستفتاح والتنبيه، ألا وكانت وجوههم إلى الشام، أهل قباء كانوا يصلون إلى الشام إلى القدس إلى بيت المقدس. وهذا قول ابن عمر الذي قال حفظكم الله فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هل هو الرجل من بني سلمة أو هو ابن عمر راوي الحديث؟ الصحيح أنه كلام ابن عمر راوي الحديث. الآتي الرجل من بني سلمة قال إنه أنزل عليه الليلة قرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. قال ابن عمر راوي الحديث وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، والمعنى واضح من فضل الله أنه أمر المؤمنين في التوجه في الصلاة إلى الكعبة، وقبلة فيها الكعبة ألا
تحب وألا تشرف وألا تعظم ولا يسعى للتوحيد فيها والسنة وفعل العمل الصالح وحبها وحب أهلها وحب ولاتها وعلمائها. الله اختار مكة والمدينة فحبها في قلوب أهل الإسلام في كل مكان، وأنت تصلي في أقاصي الدنيا تصلي إلى الكعبة وتبغض أهل الكعبة والمحيطين فيها ولا تسعى لأمنها واستقرارها، أي تناقض هذا؟ فإذا استقبال الكعبة من نعم الله عز وجل، ولو لم تكن الكعبة أفضل بقعة لما أمر النبي باستقبالها، فكان الاستقبال سابقا في بيت المقدس أو إلى بيت المقدس والمسجد الأقصى، فنزلت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان النبي يصلي إلى بيت المقدس، قيل كان يصلي إليها بمكة، وقيل كان يصلي تأليفا لليهود، وكان يقلب وجهه عليه الصلاة والسلام في السماء رجاء أن يمن الله عليه بالتحول إلى الكعبة لحبه الكعبة وحبه مكة. فنزل الأمر وهو في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة، قيل مسجد قباء وقيل مسجد بني سلمة الذي هو اليوم يسمى مسجد القبلتين. مسجد القبلتين لماذا سمي مسجد القبلتين؟ لأنه هو الرجل الآتي الذي أتى، قيل إنه أتى في قباء وقيل إنه أتى في مسجد القبلتين، والذي يظهر أنه في مكان قباء في مسجد القبلتين، فليس بينهما مسافة بعيدة، وكلها من ديار عمرو بن عوف التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد القبلتين أيضا عنيت به الدولة رعاها الله وبني بناء شامخا، وهو معلم من معالم المدينة، مسجد تاريخي حدثت فيه هذه القصة التاريخية في نزول استقبال الكعبة في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة. فوفى هذا الحديث أن أحد الصحابة خرج إلى قباء أيضا فنشر الخبر فوافى أهله وهم يصلون الفجر. هذا الذي نستطيع أن نجمع فيه بين أنزلت هذه الليلة قرآن وكيف أنه في قباء أو في مسجد القبلتين، والجمع بينهما أنه في مسجد القبلتين في صلاة الظهر، ثم ذهب هذا الرجل من بني سلمة وهو الآتي إلى أهل قباء وهم يصلون الفجر، فأيضا أخبرهم فاستقبلوا الكعبة. مسائل استقبال القبلة، ما حكمه؟ شرط الصلاة، لا يمكن أن تقبل الصلاة بغير أن تستقبل الكعبة، وتستقبل الكعبة وأنت ترى عينها كما أنت في الحرم، وتستقبل جهتها إذا لم تر عينها، وتستقبل جهتها إذا لم تر عينها. واليوم ولله الحمد والمنة وسائل التعرف على القبلة والأمارات، حتى إلكترونيا وبالجوال تشوف القبلة فتجتهد. وكان الناس من أول يعرفون القبلة بالنجوم وبالجهة وبالمساجد والمحاريب إذا كانت جهة مكة، نعم، أو جهة الكعبة. قال إذ أتى آت، المسألة هنا حكم قبول خبر الواحد، حكم قبول خبر الواحد والعمل به الذي عليه جمهور أهل العلم والمحققون من العلماء، قبول خبر الواحد خلافاً
لبعض الحنفية، والذي دل عليه الكتاب والسنة وعمل به الصحابة والتابعون والسلف، بل الإمام أبو حنيفة نفسه، أنه يقبل خبر الواحد ويعمل به. لكن هل يقبل به في كل المسائل ولا في أمور، في الأمور العملية وليست في الأمور الاعتقادية؟ أيضا قولان لأهل العلم. والصواب الذي عليه منهج السلف أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول ونقل عن طريق الثقة وتحققت فيه الشروط في الإسناد وانتفت منه الموانع فإنه يقبل حتى في الاعتقاد. ولهذا في مسائل القيامة، في مثلا أحاديث الصراط وأحاديث الحوض والشفاعة والميزان، ورد بعضها بأحاديث أحاد، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها، فيقبل إذن خبر الواحد. فإذا كان يقبل في الاعتقاد فكيف لا يقبل في العبادات؟ الصحابة رأسا جاءهم آت فاستداروا، قبلوا الخبر. وهكذا شأن المؤمن أنه يقبل الخبر. هل يفيد خبر الواحد اليقين القطع العلم الإدراك، أو يفيد الظن؟ أيضا قولان لأهل العلم. والصواب أنه يفيد الظن في الطريق، لكنه يفيد القطع في العمل. ويرى بعض أهل العلم أنه يريد القطع، أنه يفيد القطع بمجرد نقله، ودليله فعل الصحابة رضي الله عنهم في قباء، إذ لو لم يفيد القطع لما استداروا ولم يتجهوا إلى القبلة الأصل بخبر مظنون. إن شواهد قبول خبر الواحد كثيرة جدا، وألف فيه مؤلفات، والحديث دليل على قبول خبر الواحد، والصحيح قبوله في المسائل العملية والاعتقاد، وأنه يفيد أيضا القطع. وكلام أهل العلم وخلاف الحنفية في المسألة واضح. والذي يتنبه إليه أننا إن فتحنا باب عدم القبول في خبر الواحد لفاتت كثير من مسائل الشريعة، الأحاديث المتواترة والمسائل التي دل عليها التواتر محدودة، وأما المسائل الاجتهادية والمسائل الأحادية كثيرة، فلو رددناها لنسب النقص إلى الشريعة ولا حصل القصور في مسائل كثيرة وهي من الشريعة. فإذا القول الحق قبول خبر الواحد بدليل أهل قباء. في مسائل في النسخ ما نطيل فيها، باختصار بس أذكرها. المسألة الثانية، نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد. حين القبلة ثبتت إلى بيت المقدس وتواتر العمل بها، جاء خبر الواحد فنسخت السنة المتواتر من القرآن ومن السنة. فهل ينسخ القرآن والسنة وهما متواتران بخبر الواحد وهو على قول بعض أهل العلم أنه ظني؟ تحرير محل النزاع أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن بالسنة المتواترة، وكذا السنة الأحادية، والآحاد ينسخ بالآحاد، والآحاد ينسخ بالقرآن، والآحاد ينسخ بالمتواتر. لكن المتواتر هل ينسخ بالآحاد؟ قولان لأهل العلم.
والذي عليه الجمهور الجواز، وذهب بعض الأصوليين من الحنفية والظاهرية إلى أيضا عدم جوازه، والذي يظهر جوازه، لأنه وإن كان ظنيا فإنه تحف به الشواهد التي تجعله يرقى إلى درجة القطع. وفعل الصحابة رضي الله عنهم أكبر دليل على ذلك، لأن العبرة بالصحة، متى ما صح الخبر فصحته كتواتره. هل تنسخ السنة القرآن؟ وهل تنسخ السنة بالقرآن؟ نعم، قول الجمهور أن السنة تنسخ بالقرآن، ودليله ما ثبت بالسنة من نسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل يثبت حكم الناسخ في حق المكلف قبل بلوغ خطاب النسخ إليه؟ متى بلغ الخطاب أهل قباء؟ بلغهم الفجر والآية نزلت الظهر، فما صلوه قبل أن يبلغهم الخبر فصلاتهم صحيحة، لأن متى ما ثبت الدليل في حق المكلف يجب عليه العمل به، وقبله لا يلزمه العمل به، ودليله عمل أهل قباء فقد جاءهم الخبر الفجر. فإذا النسخ في حق المكلف قبل بلوغ خطاب النسخ إليه لا يلزم، وإنما يلزم إذا بلغه الخطاب، كما بلغ أهل قباء الخطاب في تحويل القبلة. لا يثبت إلا ببلوغ الخبر بدليل عمل أهل قباء، وأيضا حقيقة الخطاب يتعلق بالبلاغ، فإذا نزل الناسخ ولم يبلغنا خبره كان على خطاب التكليف الأول، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه الخبر. تجي مسألة هل يعذر الإنسان إذا ما بلغه الخبر؟ الناس اليوم اللي في أدغال أفريقيا وفي أقاصي الدنيا وبعضهم لم تبلغه الدعوة، هل يلزمه؟ هل يأثم؟ هل هو معذور؟ أما اليوم لا عذر لأحد، مع وسائل هذا التواصل وثورة المعلومات يمكن تجد الإنسان وهو في أدغال أفريقيا عنده جوال وعنده حاسوب وعنده انترنت وعنده يتابع العالم. فكيف في مسائل الشريعة نقول إنه معذور؟ يجب عليه أن يتعلم دينه. إذن من فوائد الحديث دليل على وجوب الصلاة إلى القبلة، وأن القبلة شرط، والإجماع على أن القبلة الكعبة، وفيه فضيلة بيت المقدس لأنه كان القبلة الأولى، والحديث فيه الدلالة على جواز التنبيه في الصلاة لأمر يتعلق بالصلاة. يا أخي ترى القبلة يمين، ترى يا أخي مثلا فيه بقعة في رجلك لم يصلها الوضوء، ينبه الإنسان وهو في صلاته. ولكن هل يبني؟ نعم يبني على ما سبق في استقبال القبلة، وفي أمر الوضوء يتوضأ. نعم إذا كان هذا في أمر واجب أو نهيا عن أمر ممنوع. العمل الكثير إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها. من أين أخذناه؟ قاموا يتحولون وهم صفوف، فهذا عمل كثير لم يبطل الصلاة. وفيه رد على المتشددين من بعض المذاهب الذين يقولون إن الحركات إذا كانت
ثلاث أو أكثر فإنها تبطل الصلاة. أهل قباء قاموا يتحولون من جهة إلى جهة، ولهذا يجوز أن يتحرك الإنسان في صلاته، يدفع الصائل ويفتح الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة يحملها في قيامه ويضعها في سجوده، فكل هذه حركة بالذات إذا كانت لمصلحة الصلاة. في الحديث دليل على قبول خبر الواحد، في الحديث دليل على جواز النسخ في الشريعة ردا على اليهود وردا على الرافضة وردا على بعض الفرق الإسلامية، بل هو محل إجماع. النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نسخت استقبال بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. أن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن الصحة وكان صحيحا متلقا بالقبول يجب العمل به في المسائل العملية والاعتقادية، وأن رد خبر الواحد يكون سببا في رد كثير من مسائل الشريعة والعقيدة. فيه دليل على القاعدة الأصولية أن الحظر بعد الأمر للتحريم. كيف؟ الحظر بعد الأمر للتحريم. الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة، ثم حرم استقبال بيت المقدس بعد، فجاء أمر بعد حظر، فيكون استقبال بيت المقدس بعد مشروعية استقبال الكعبة ممنوع ومحرم. لو أراد الواحد اليوم يستقبل بيت المقدس نقول صحيح؟ لا، استقبل الكعبة، لأنه نسخ استقبال بيت الكعبة. فيه دليل على القاعدة الأصولية أن الحظر بعد الأمر للتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: فاستقبلوها، أو فاستقبلوها كما في حديث ابن عمر. أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته. الحديث فولي الآية فولي وجهك، الخطاب للنبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يأتي دليل على خصوصيته، وأن هذا الأمر خاص به. فإذا أمر فولي وجهك، ثم قال فولوا وجوهكم. الأمة تقتدي به في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، والأصل العموم والاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الدليل المخصص. فضل الصحابة كما في حديث ابن عمر والرجل من بني سلمة، وحرص الصحابة على سرعة التنفيذ. جاءهم مجرد ما جاءهم الخبر استقبلوا، ما قالوا من يقوله ولا وين الشهود ولا نبي نتأكد، على طول. وهكذا المؤمن إذا بلغته السنة، إذا بلغته السنة يبادر وينفذ هذا العمل الذي هو من السنة أو من الدين. ففضل الصحابة على سائر الناس بسرعة امتثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم واقتداؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا فائدة أن من لم يبلغه الخطاب لا يلزمه التكليف، ومن بلغه الخطاب أو استطاع أن يبلغه الخطاب أو عنده من الوسائل ما يبلغه الخطاب كما في وسائل العصر فليس بمعذور. واليوم الحرم وخطب الحرم ودروس الحرم، درسنا اليوم ولله الحمد والمنة بفضل الله ثم جهود زملائنا في رئاسة الشؤون الدينية ووكالة التوجيه والإرشاد واللغات والترجمة والتقنية والإعلام، وصل إلى 11 لغة
ولله الحمد والمنة. فالمسلم يجب عليه أن يحرص على أمور دينه، أن من لم يعلم بما فرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه السؤال فالفرض غير لازم له، لكن الحجة قائمة عليه، ويجب عليه أن يبحث وأن يسأل وأن يتأكد، فلا يعذر بجهله. وبعضهم عذره في الأمور العملية ولم يعذره في أمور الاعتقاد، والواقع أن الناس اليوم يعرفون من دقائق تفاصيل الأمور والأحداث الشيء الكثير، فما بالهم لا يعرفون عن أمور دينهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يمن على إمامنا وولي أمرنا بالشفاء التام لا بأس، طهور إن شاء الله جمع الله له بين الأجر والعافية، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، وشد أزره بولي عهده، ووفقهم لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، ولما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يحفظ الحرمين الشريفين، ويحفظ أمنهما واستقرارهما ورخاءهما وازدهارهما، وأن يحفظ المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان بقوته وعزته، وأن يذل أعداء الإسلام من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين وسائر أعداء الدين، وأن يوفق رجال أمننا ويثيبهم على جهودهم في حفظ الأمن واستقرار أمان الراكعين والساجدين والطائفين والساعين والمعتمرين والقاصدين والزائرين، وأن ينصر إخواننا في الثغور وفي الحدود، وأن يجبر كسرهم، وأن يشفي مرضاهم ويقبل شهداءهم، وأن يوفق الحاضرين والسامعين والمتلقين والمشاهدين ومن تبلغه هذه الكلمات، أن يوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يحيينا على الإسلام والتوحيد، ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويكتب لشبابنا وأبنائنا وبناتنا النجاح والفلاح والصلاح والخير في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.